كل حال الله يرحمه ربي يوسع عليه وربي يعطي صبر لعائلته حسن كشخص يعني انسان اللي عنده شخصيه كبيره بالبزاف وكرياضي على يعني بالك انا على حساب رايي واش عرفت منه واش فيه انا نظن باللي لي بارمي لي ميور جوار دو لانجيلي و à son poste, c'est un joueur complet. Il a une forte personnalité, un gros caractère. Et je crois que Allah Ghalib, ces derniers temps, il était malade, surtout les deux dernières semaines. Hado, le mort zad alih bel bzaf. On te menou le rahman, inshallah, ou Rabbi yousa alih. Inshallah, hada ma kan. Shukran, barakallahu fik ala tawajudkum. Had l'omsiya toufa la ammi وابونا حسن الالماس بعد مرض طويل ما نقدر نقول حتى شيء اخر الا نطلبوا له الرحمه والمغفره كل اللي حبوه وكل الشعب يعني يدعوا له بالخير يدعوا له بالرحمه والمغفره وانا لله وانا اليه راجعون. ربي يرحمه ويغفر له ان شاء الله. حسن الالماس طبعا الجزائر فقدت من الاولاد اللي مثلها باحسن تمثيل بكل جانب. إذا مشواره والمعاملة نتاعه في نقول في المحيط الجزائري بصفة عامة في قطر الوطن كله كان إنسان محترم، إنسان واعي بالشيء اللي يعمله، وزيد كي نسمعوا به من كل جانب أنا كانت عندي نقول لك حد كبير اللي كنا مرة عدة مرات نشوفوا لما يلعب كان في السيربي وحتى كي كان في لاسونتي كان في الناد، هذا كل شيء يبين لاعب متكامل بكل جوانب. ومن بعض الأحيان لما نقولوا ما هو الأحسن لاعب في الجزائر عدة مرات حتى اللاعبين عندنا ممتازين ولكن اللي يعرفوا نقول اللي عايشوا وشاف الألماس كي يلعب يحطوا من الأولين لأن من كل جانب، جانب تقني تقنيات عالية، الجانب التكتيك كان هو وحده يمشي الفريق، يمشي ويفوز بالموقف، يقول لك هذه المباراة نفوز بها بالفنيات نتاعو، بالمهارات نتاعو، بالضربات الحرة نتاعو، بالشيء اللي يكسب، وزيد كانت عنده البروفيل نتاعو على بالك حسن الماس، سي ان بروفيل براسكمون كومبلي، دي كرون زابوي كي يحط روحه في الميدان باش تحركوا نتاعو ما تحركوش، عنده دي زابوي تري سوليد، اون ديتونت بارمي لي مير ديتونت، سيرتو سور جو ايريان، وزيد تكنيكمون سي يحب يدريب لي يحب يمرك يعطيك طويل ولا قصيرات ديها كيما لازم الحال وذكرتني في التمريرات اللي يمدهم كالام ويمدهم للعاشور بالتغمض العيني بعتهم وهما باش يجوا يبقاو يكملوا باش باك يسجلوا الهدف لهذا ربي يرحمه ويوسع عليه زياده على هذه الشيء اللي يتميز به حسن الالماس ربي يرحمه هو الجانب الخلقي الجانب عمره بالسمعه اللي كانت عنده على بالك كانت عنده الملعب على بالك الملعب ليه لاعبين ماهوش فقط في 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 بالكور في بالوزاد في الجزائر كامل محبوب زيادة عنده هذيك لما وقف النشاط نتاعو الرياضي كمدرب وكلاعب دار كان يدير اشياء اللي ممكن الناس تتخلى عليها وكان في مساعدة بعض من اللاعبين قدامى في القطر الوطني نسمع به يقول لك مشى الوهرن ولا مشى التموشن ولا مشى سكيكدا ولا مشى الاخر باش يساعد لاعبين قدامى اللي كانت عندهم صعوبات في المعيشة نتاعهم كان يمشي ومن بعض من الاحيان يوصل معناتها المؤسسة اللازمة هذه المؤسسة اللي راه في حاجة هذا اللاعب باش يسيب المساعدة المساعدة نتاعو كانت معناتها الناس لما يسمعوا بدون ما يشعر ما يتكلم فيها ولا يتكلم زيادة على هذه عمره بالكلام تاعو كلاعب ولا كمدرب ولا من بعد ما تسمعوا كلام خشين ولا ضعيف ما يتكلم مع الناس ما يتكلم معناتها كان موديل داتليت للجزائر كلها وان شاء الله انا شيء ممكن هو توفى ربي يرحمه ولكن ماذا بينا الالماس يتكلموا عليه الصحفيين
ما عندهاش بزاف جاوا حكاو على الالماس في الصحافه، من الصحافه ان شاء الله تكون نوعا ما ممكن. هذا نداء لكل المسؤولين والتان الرياضيين باش يديروا مدرسه نيكول نيكول بول لي فيتور جوار، ليكول باش تلصقوها مع سمعه كيما الالماس. هاو يفقدونا بعض من اللاعبين قدامى، بعض المدربين، ويمشوا يدوا كيما يقول لك يدوا معاهم هذا لو سكري بروفيسيونيل. وعلاه ما نديرش مدرسه ولا ندير متحف ولا ندير اشياء اللي باش نجمع كل هاد الناس ونحاولوا باش ناخذوا منهم، باش الشبيبه نتاعنا، باش الناس تاعنا، المسيرين تاعنا ياخذوا منهم ويمشوا المستقبل لاجل وتنميه الكره الوطنيه. لهذا بالمناسبة بدنا نحيي نرحموه ونقدم تعازي للعائلة كاملة، خاصة خويا اسماعيل الالماس اللي متقارب لك كثير. زيادة مادابية هذه المناسبة هذه تدفع باش تكون المحبة ما بيناتنا. نعرف لي يجي نهار وين واحد كل واحد يغادر، هذه تكتتف أكثر باش الكورة إن شاء الله، الكورة خاصة ممكن نيدا لرحيل الحاج الالماس الله يرحمه، ممكن تدفع شباب بالوزاد يعودوا يرجعوا المكان تاعهم. على كل حال بحرنا واحد الانسان اسطوره في كرة القدم منذ 62 الى اخر المشوار تاعو. الانسان طاح مريض وتأثر عليه المرض وحب يتغلب على المرض هدايا، ولكن الحق الوقت وين الانسان وانا اليه راجعون. نطلبوا يعني الصبر والسلوى لاهله. وهاد السيد هدايا عنده واحد الشجاعه تغلب عليه المرض، هو واحد يتغلب على المرض، ولكن الحق الوقت وين رب العالمين يقولنا باللي الموت على كل انسان والله يرحمه برحمه الله. شوف انسان قلت لك عنده واحد الصرامه، يعني واحد الانسان عنده واحد الشجاعه، ولكن كريم ماشي كريم، ولكن عنده عقليه الا دي برينسيب، هو عنده واحد لي برينسيب تاعو وحده. حنايا لعبنا مع 11 سنين نعرفه يعني، ولكن رب العالمين جعله ان شاء الله في الجنه يعني بدون حساب ان شاء الله. هذا ما كانوش يطلب الانسان. عندي ما نقولكم وعشت معه وعندي ما نقولكم، ولكن نحكي لكم حكايه واحده. هذه واحد العام وقت جمال كاو الله يرحمه كان رئيس الفريق. هذاك العام حسين الالماس الله يرحمه برحمه الله درنا شويه صعوبات باش ما حبسسيني. هذه تقعد في التاريخ ونتكلمها اليوم لان تروح معاه في القبر ان شاء الله. عطينا له تفاهمنا مع سينيا، عطينا زدنا له انترينور ادوا تاع الاولاد الصغار هذوك مينيم كادي جينيور، هو ينطرينيهم ويخلص شهريه في لونطرين ما مع واحد الولد صغير هكذا يعيط عليه احسن يعيط عليه كذا وكدايا كدايا كدايا كدا. كي خلصوا لونطرينمون هذيك راح الولد هذوك الدراري راحوا يدوشوا، وانا حكمته حسن قلت له يا حسن، قلت له هذاك الولد اللي كنت تعيط عليه هذاك دوك يروح لدارهم ودوك يخرج من البيستير شوف حالته كيفاش راهي بالكلاكات راهو هذاك. قلت له انت تروح لدارك طابله مقرنيه الولد هذاك ما الخبز ما يشبعوش. كلي تزعزع بهذاك الكلام هذاك اللي قلتو له انا، هذه شهاده لله. الحصول خرج الولد هذاك من البيستير، خرج من البيستير حكمه حسن احسن حكمه سلم عليه باسو داه طلعوا في الكروسه وداه شري له الصباط شري له حوايج وطالوا دراهم وجا. العشيه جا لي تلاقى بيا قال لي الحاج تما دوني نيسون عطيتني درس، قال لي انا كنتاني كنت جيعان وكنت ما نشبعش وكنت كذا وكنت كذا. هذه شهاده لله يعني باش تشوف انسان حنين انسان كريم انسان ماهوش غير رياضي فقط، حتى في حاجه اخرى عنده هذاك. خطره درت ثاني معاه عمره ايه الله يرحمه وكدايا
واش نقول لك، يعني التاريخ نتاعو ماشي غير قضية رياضة. هالإنسان كريم، إنسان كرامة تاعو ما كاش خدها. تتكلم له على يتيم يولي يبكي. هذه هي الشيء اللي الخصلات اللي فيه حسن الله الماس، الله يرحمه. هذا ما عندي ما نقول لك وليدي عليه فقط. ما حوايج اخرين، كاين حوايج اخرين عشتهم في سكيكدا، في سكيكدا، في قسمطينه، في كدا، الحصون هذوك وراه الله ربي يرحمه وربي يسكنه الجنه ان شاء الله وكدا. وخلاص كي يروح الجيل هذا وثبوتكم تشوفوا الرياضه تاع الوقت هذاك وقت الالماس والرياضه تاع اليوم كارثه. والله لا كارثه يا وليدي. يا خويا واش نقول لك عليه؟ دابور نقول له الله يرحمه ويوسع عليه، انا لله وانا اليه راجعون. السيد واش نقول لك؟ نقول لك سيت اون ايكون تاع الفوتبول الجيريان. روكوني كيما يقولوا ماشي غير ليشال ناسيونال ولا افريكان، ليشال مونديال. يعني إل نا با يو كيما يقولوا لا كارير كي لا يو بارابور يعني ا سون تالون. C'est un nationaliste, il aime bledo. C'est un chefna enfin واش ماشي ماتش ماشي 20 ماشي كيما يقولوا كيما قلت لك يعني يحب بلادو. C'est un gagneur. واش كنا نعرفوا كنا الاخر مسكين قلت لك والله مع السيد مع هذا حبيبي نهار الخميس جوستومون هضرنا عليه قلت له حسن ماناش الاخر عندي بزاف ماني نشوفه بس كان كل عشيه يخرجوا واحد الاخر بالشريطه مسكين يضرب دور يدي حتى المارشي يولي واش راك الحاج مسكين يقول لي لاباس هكذاك الاخر حتى قبيلت انا قاعد قلت لك حتى عيط لي واحد الاخر حبيبي قال لي الاخر حسن دايم الله يرحمه ويوسع عليه هذا واش تعمل نقول لك ربي يرحمه ويوسع عليه هذا. الموت ليس بامر غريب ام عجيب ام جديد. لا مور سو ني با اون شوز ايتولونت او اترونج او نوفيل. الغريب هو الغفله. ما معنى الغفله؟ ترك الواجب والاشتغال بالباطل. نعم بمعنى نو با اتر اناتونتيف دون لا في. Attention, attention à l'inattention.